فوز النادي الاهلي يعني غطى على اخطاء التحكيم، تحكيم من وجهة نظري تحكيم سيء. الحكم الاسباني النهارده كان سيء مع مرتبة الشرف من وجهة نظرنا كلنا. لا، التحكيم كان مهزوز وغلط كتير، اخطاء لفرقة النادي الاهلي غير محتسبة، ما بيحسبهاش كأنه ما شافهاش خالص، كأنه في بعض الكرات كأنه غير موجود في الملعب. هنسيب الكلام طبعا للكابتن ناصر عباس، ولكن فوز الاهلي النهارده وقضية قفشة غطت على اخطاء التحكيم يا كابتن اسامة، والف مبروك للنادي الاهلي. الف الف مبروك. فوز يعني جه بصعوبة، وده طبيعي لانه انت بتلعب الفرقة اللي بتنافسك على البطولة، واحنا قلنا ان الماتشين بتوع بيراميدز هيبقوا حاسمين في الدوري. الماتش ده الثلاث نقط دولت حطوك خطوة كبيرة قوي، انك انت الماتشات المتبقية لو كسبتها هيبقى فرق 4 نقط، هيدولك راحة شوية في انك تقدر تحسم بطولة الدوري. يعني في جهد كبير مبذول، رغم انه في بعض الاخطاء، في شويه تاخير في التغييرات عندنا شويه، لكن لعيبه كافحت وادت مباراه برجوله، وطبعا على راسهم هو افضل واحد من وجهه نظر النهارده، واستحق نجم المباراه حسين الشحات طوال ال 90 دقيقه، مؤثر جدا سواء في التمرير، سواء في الكميات الجري، سواء في تقل في اللعب، في بتحس ان في لعيب تقيل بيلعب مش مخضوض. فالنادي الاهلي النهارده الشوط الاولاني جات له فرص، بالذات في الجزء الاولاني من الشوط، بعد كده الماتش اتلعب بطريقه تكتيكيه شويه وخططيه، الاداء ما كانش عالي قوي من الفرقتين، ولكن النادي الاهلي كان اقرب للمكسب، وقدر بنزول ديانج وقفشه رغم من وجهه نظري انه برضه متاخرين شويه، ولكن صنعوا الفارق في الوقت الصغير، فرقوا كتير. صحيح. يعني ديانج عمل كميات جري كبيره في نص الملعب، وقفشه احنا كتير قوي قلنا عنده ثقه في نفسه، عنده لاعب زمايله بيثقوا فيه، عنده رؤيه، عنده جرأه، ما بيتخضش، مش مخضوض، لعيب تحس انه الفانيلا مش تقيله عليه. فمبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، وفوز مهم، ولكن لازم نفكر في الجاي على طول لان المشوار لسه طويل.